فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، هذا سائل من بلاد الكفار، يقول زميلي رجل كافر وقد دعاني لتناول العشاء ولكنه يعمل في بنك الربوي، هل يجوز لي أن آكل مما اشتراه من راتبه في هذا البنك؟ إذا كنت تعلم أن هذا الطعام أنه من مال حرام فلا تأكل منه، أما إذا كان عنده مال حلال ومال حرام فأنت تأكل منه. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يستعملون الربا، لأنه لم يتعين أن هذا من الربا ولم يتعين أن هذا من الحرام. أما اللي ما عنده إلا مال حرام، ما عنده غيره المال الحرام، فلا تأكل منه. نعم.